تمام. الهرايس اتحركت مع فاروق والمعازيم. ماشي سعيد. ايوه يا باشا. الرجاله جاهزه؟ اه جاهزين. ماشي خدهم واطلع لايوب وانا اروح اخلص مع فاروق. ماشي طبعا. متأخروا كده ليه؟ غريبة، مع إن أيوب ده بالذات مواعيده مظبوطة بالشعرة. أنا مش مرتاح لتأخرهم ده يا كبير. إيه ده بقى؟ شكلهم وصلوا. إيه ده؟ اسمع إيه ده؟ في إيه؟ اسمع في إيه؟ نزل سلاحك، نزل سلاحك، نزل سلاحك، نزل سلاحك، ما تتجننش. شكلها فيها غدر. تمام يا رجاله تمام. هو في ايه؟ احنا بنتقلب يا فاروق. ما كنتش عامل حسابي على خيانه. هات الكلاب. اتفضل يا سيدي، الحاجة قدامك كلها هيتصرف فيها. لا اتصرف في ايه؟ انت عارف انا بطلت الشغلانة دي. يا سلام، ولا انا عايزني انا اشيلها والبس مصيبة جديدة. لا خلاص تلبسش حاجة، خد انت بقى الفلوس دي انت محتاجها. لا ولا فلوس، حد الله بيني وبين الحرام معلش. ماشي سيبهم انا بشوف لهم صرف، بس انت خد بالك من نفسك يا سين. الواد اللي اسمه فاروق ده واد سم ومش هيحلك. ما تقلقش انا جاهز ومستني. لك وبنتك. بنتي هتسافر شويه مع امها، يعني مش هبقى ليا دراعي يمسكني منه تاني. تمام.